يواجه المزارعون في بداية كل موسم زراعي انخفاضا في أسعار منتج محلي، وهذا العام كان من نصيب مادة البصل، حيث يشكو المزارعون من انتشار منتج البصل المستورد والذي أدى إلى انخفاض أسعار المنتج المحلي. المزيد من التفاصيل في تقرير أسامة العدوان. مسلسل سنوي يشهده المزارعون في نهاية كل موسم، لكنه بدأ مبكرا هذا العام. كانت أولى حلقاته انخفاض أسعار منتج البصل بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يلحق بالمزارعين خسائر بشكل مستمر. المزارعون أكدوا لرؤيا أن وزارة الزراعة وضمن سياستها في الحفاظ على المنتج المحلي عملت على إيقاف رخص استيراد البصل من الخارج في نهاية شهر شباط من العام الحالي، لكن وتزامنا مع بداية قطف المحصول المحلي لا تزال معضلة الاستيراد مستمرة أمام المزارعين، تتمثل في انتشار منتج البصل المستورد بشكل كبير في الأسواق المحلية. قضية قديمة جديدة دائما بنحكي فيها، وهي قضية المنتج المحلي مقابل المستورد. يعني زي ما شفنا بالجولة انه في منتج مستورد يعني مش على مستوى عالي من الجودة، بل بالعكس مستوى سيء من الجودة. احنا بنطالب الوزارة انها بقضية ادخال المنتج يكون بمواصفته عالية. المواصفة العالية بتساعدنا حتى نحن كمنتجين محليين انه نرفع مستوى التنافس وندخل منتج للسوق، منتج عالي ومنتج عالي الجودة وبتقبله المستهلك. المزارعون أوضحوا أنه نتيجة سياسة الوزارة للحفاظ على المنتج المحلي قام معظم التجار على تخزين البصل المستورد في مستودعات خارج السوق المركزي ليتم عرضها في وقت سابق، كما تفاجأ أصحاب هذه المستودعات بتعفن المواد المخزنة بسبب الظروف غير الملائمة للتخزين، وقاموا بعزل المنتج الصالح للاستهلاك البشري عن المتعفن وعرضه في الأسواق المحلية. البصل الموجود حاليا اللي هو مستورد من زمان ومتخزن صار له 40 يوم 45 يوم في السوق مش نظيف، واحنا بنعاني منه وبنكب منه، فاحنا بدنا الانتاج اللي هو اردني اللي هو نظيف. نهاية موسم زراعي في وادي الأردن، ويأمل المزارعون في اتخاذ إجراءات سريعة كفرض تسعيرة موحدة ووقف الاستيراد خلال شهر كانون الثاني من كل عام للحفاظ على المنتج المحلي، إضافة إلى تنظيم العملية الزراعية في جميع مناطق الأردن لضمان استمرار القطاع الزراعي في المملكة. أسامة العدوان، رؤيا.